السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا مع فيديو بيتكلم عن الكاونتر والتايمر في محاضرات بيك ليفل 2. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة الكاونتر. الكاونتر هو عبارة عن ريجستر، والريجستر هو عبارة عن مكان بيتسايف فيه داتا. الداتا دي طبعا يا زيرو يا وان. يعني الأول عشان نتكلم ونعرف يعني ايه كاونتر لازم نبقى عارفين يعني ايه ريجستر. الريجستر هو مكان في الميموري. المكان دوت ممكن يتخزن فيه داتا. الداتا ديت عبارة عن زيروز وانز. الريجستر بيبقى عبارة عن مجموعة من البيتس، والبيت هي الستورج سيل، هي وحدة التخزين، هي أصغر وحدة بنخزن فيها، والبيت بتحتوي يا زيرو يا وان. مجموعة من البيتس جنب بعض تدينا ريجستر. طيب الريجستر ديت بيبقى فيها كام بت؟ بتختلف من ريجستر لريجستر. في ريجستر بيبقى فيها 8، وفي ريجستر فيها 16، وفي ريجستر فيها 32 بت. دوت كده ريجستر. طيب الكاونتر بقى هو عبارة عن ريجستر فيه زيروز وونز، بس الزيروز والوونز ديت بتكاونت اب او بتكاونت داون من خلال كلوك سايكل، يعني من خلال بالسز انا ببعتها من الكريستالة بيبدأ القيمة اللي في الكاونتر ديت تزيد او تقل. بمعنى ان انا دلوقتي لو عندي في الصوره هنا دوت كده ريجستر، فلنفرض ان ده كده ريجستر. الريجستر دوت كده 8 بت، اول بت فيها 5، بعد كده 4، بعد كده 3 صفار، بعد كده 5، بعد كده صفرين. لما يجي له كلوك سايكل جديده هيبدا يزود بواحد، بدل 45 ديت هتبقى 46. طيب هل نقدر نقول ان ده فعلا ريجستر؟ لا، لان دوت طبعا فيه قيم مش زيروز وانز بس، لكن دوت مثال للكاونتر اللي انت ممكن تشوفه ان هو عباره عن حاجة شاشة مثلا زي الكاونتر اللي احنا بنشوفها في الشوارع، ان بالنسبة لك هو بالنسبة لك شاشة، والشاشة ديت عمالة يزيد القيمة اللي فيها. فانا دلوقتي كمان ثانية مثلا ال 45 دي تبقى 46، كمان ثانية تبقى 47، كمان ثانية تبقى 48، هي عمالة تكاونت بالقيم اللي قدامها ديت. طيب انا بالنسبة لي الفرق ان في الكاونتر انا بانكريمنت او بديكريمنت، يعني بزود او بقلل، بس دي باينري نمبر، يعني بزيروز وانز. يعني فلنفرض ان القيمه الابتدائيه كانت عندي كانت 8 اصفار، يعني فلنفرض ان هنا كان 0 0، هنا كمان 0، وهنا كمان كان 2 زيروز. لما اقول ان الكاونتر دوت هيحصل له زياده بواحد هيتكتب هنا 1. طيب ولما يحصل له كمان انكريمنت بواحد هيتكتب هنا 0 ويتكتب هنا 1. يبقى انا عندي كده حصل انكريمنت بواحد، لما يحصل انكريمنت بكمان واحد يتكتب هنا 1 ويفضل هنا ال1 دوت. طب كمان انكريمنت ب1 هنا 0 وهنا 0 وهنا 1 وهكذا. ان انا بعد بقيمه، بعد من خلال الباينري نمبر 0 1 بس. طيب الريجستر دوت اللي احنا اتفقنا ان هو عباره عن مجموعه من البيتس والقيمه اللي فيه بتزيد من خلال الكلوك سايكل. طيب الكاونتر دوت يقدر يعد من كام لكام، او الريجستر دوت القيم اللي فيه تبقى من كام وتوصل لحد كام؟ بتبدا من مجموعه من الاصفار حسب. فلنفرض ان انا عندي ريجستر 8 بت، يبقى القيمه الابتدائيه بتاعته الانيشال فاليو بتاعته تبقى 8 اصفار، زي ما احنا شايفين هنا ان انا لو عندي الريجستر 8 بت يبقى القيمه بتاعته هتبدا ب 8 اصفار. طيب هيوصل لحد كام؟ هيوصل بعد كده لحد القيمه 2 اس ام. ال 2 اس ام ديت بتعبر عن القيمه الماكسيمم اللي هو يقدر يوصل لها. طيب ايه الام ديت؟ الام ديت نمبر اوف بيتس، يعني انا لما اقول ان انا عندي ريجستر 8 بت يبقى يقدر يعد من اول 8 اصفار لحد 2 اس 8 اللي هي 256. بس خد بالك ان هو بيعد لحد 2 اس ام ناقص 1. يعني انا اقول دلوقتي ان انا لو عندي ريجستر 8 بت بيعد من 8 اصفار لحد 8 وحدات، ال 8 وحدات ديت توافق بالنسبه لي 255، يعتبر مش 256، لان انا بالنسبه لي ال 8 اصفار دي عدد اللي هو العدد رقم 0، بعد كده العدد رقم 1، لحد ما اوصل للعدد 255 اللي هو ترتيبه هيبقى العدد 256. طيب يبقى انا دلوقتي عندي ريجستر، الريجستر دوت فيه شويه بيتس، البيتس ديت بتزيد او بتقل نتيجه الكلوك سايكل، ونتيجه ان هي بتزيد او بتقل بتبدا القيمه اللي في الريجستر ديت تختلف، تبدا من 8 اصفار او من اي قيمه انيشيال ليها، ولكن المهم ان هي بتوصل لقيمه ماكسيمم 8 وحدات اللي هي اف اف. طيب بنقول ان هنا ان التايمر او الكاونتر ديت سينكرونايزد. يعني ايه سينكرونايزد او سينكرونس؟ سينكرونس قلنا المره اللي فاتت ان هي حاجه تعريف ثابت في الديجيتال الكترونكس، ان هي حاجه ديبندنت اوف كريستال بلس، هي بتعتمد على الكريستال بلس او بتعتمد على التايم.
طيب يبقى انا بالنسبه لي كل كلوك بالس او كريستال بالس هتبدا تعمل انكريمنت او ديكريمنت للقيمه اللي في الريجستر بتاع التايمر. طيب لما انا دلوقتي يكون عندي تايمر، عندي ريجستر، الريجستر دوت 8 بت يقدر يوصل لحد 255، وكل ولحد واول ما يوصل ل 255 دخلت له كمان كلوك بالس. الكلوك بالس الزياده دي هتعمل له ايه؟ هتعمل له تايمر اوفر فلو، هتعمل له تايمر اوفر فلو. يعني ايه هتعمل له تايمر اوفر فلو؟ يعني لو انا عندي دلوقتي التايمر بتاعي دوت انا حطه على كريستال، الكريستال ديت كل ما بتخرج بلصايه بيبدا يزيد في القيمه بتاعته، بدا من اول 8 اصفار وفضل يعد لحد 2 اس 8 اللي هي عد 256 عده، من اول 8 اصفار لحد 8 وحيد، من القيمه 0 لحد القيمه 255 عد 256 عد. في الكلوك بالس رقم 257 ايه اللي يحصل للريجستر دوت؟ الريجستر ده بيحصل له اوفر فلو. الاوفر فلو دوت ان هو بيبدا يريست لزيروز تاني، يرجع ل 8 اصفار، ولكن بيعمل حاجه مهمه جدا 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 ان هو بيعمل انتربت، بيبدا يدي كده زي الارم للسي بي يو ان الريجستر دوت اتملى. طب انا هستفيد في كده من ايه؟ دلوقتي لو انا عارف ان انا عندي ريجستر، الريجستر دوت 8 بت، يعني هيعد من 0 لحد 255، يعني بالنسبه لي في 256 عد هيتعدوا. طيب وانا مستخدم كريستال وبقول ان الكريستال ديت بناء على الفريكوانسي بتاعها اللي هو عدد الباصص اللي هي بتطلعها في السكند، انا عارف الفريكوانسي بتاعها كام، يبقى اقدر اقول ان هي بتطلع البريودك تايم بتاع ال1 بالص بكام. يعني اقدر اقول ان انا دلوقتي لو معايا كريستال 1 ميجا هرتز، يبقى انا بالنسبه لي 1 على 1 في 10 اس 6 يديني التايم، يبقى يديني 1 مايكرو سكند، يبقى انا كل مايكرو سكند في كلوك بالص هتخرج. طيب بعد 2 مايكرو سكند يبقى في بالص 2 بالص خرجوا، 3 مايكرو سكند يبقى في 3 بالصات خرجوا، وهكذا. طيب لو انا عارف ان انا الريجستر بتاعي دوت هيديني انتربت بعد ما يحصل له اوفر فلو، يعني بعد ما يعد 256 عده، وهو بيعد العده الواحده في 1 مايكرو سكند، يبقى اذا هو هيديني اوفر فلو بعد قد ايه، او هيديني انتربت بعد قد ايه؟ بعد 256 مايكرو سكند. يبقى انا دلوقتي عرفت ان انا لما يجي لي الانتربت فات 256 مايكرو سكند. طيب فلنفرض ان انا ضربت القيمه دي في 2، خليتها بدل 256 بقت 512، يبقى انا عارف ان بعد 512 مايكرو سكند جالي انتربت. طيب ضربتها في كمان 2 بقت 1024، يبقى كل 1024 مايكرو سكند جالي انتربت. طيب يبقى انا كده بناء قدرت ان انا اخرج انتربت في وقت محدد انا اللي محدده. الوقت دوت بحدده ازاي؟ من خلال ان انا احدد كذا حاجه، احدد القيمه الابتدائيه اللي الريجستر بيعد منها، ممكن اخليه ما يعدش من 8 اصفار، ممكن اخليه يعد مثلا من 200 لحد 255، يبقى هو بيعد 56 عده بس، او ممكن اخليه يعد مثلا من 100 لحد 255 حسب العدد اللي انا عايزه يعده بعده. طيب يبقى انا نقول تاني نعيد تاني اللي قلناه، عندي ريجستر، الريجستر ده بيبقى نمبر اوف بيتس 8 او 16 او 32، فلنفرض ان احنا بنتكلم دلوقتي على ريجستر 8 بت، الريجستر ال 8 بت بيبقى فيه انيشال فاليو انا اللي حاططها، فلنفرض ان هي 8 اصفار، وبيكاونت لحد ما يوصل للماكسيمم فاليو بتاعته، الماكسيمم فاليو بتاعته بتبقى 8 وحايد اللي هي 2 اس 8 اللي هي 256. يبقى انا دلوقتي بعد من اول زيروز لحد 255. طيب بعد كل مره في قد ايه في 1 كلوك سايكل؟ طيب ال 1 كلوك سايكل دي بتاخد تايم قد ايه؟ بحسبها من الفريكوانسي بتاع الكريستال، 1 على الفريكوانسي يديني البريودك تايم، البريودك تايم دوت التايم اللي الكريستال بتاخده عشان تخرج سايكل واحده. لو انا مستخدم كريستاله 1 ميجا هرتز يبقى كل مايكرو سكند هيخرج بلصايه، يعني كل مايكرو سكند هيزيد الريجستر بتاعي 1، يبقى كل مايكرو سكند هيحصل لي انكريمنت في القيمه بتاعه الريجستر، يعني كل 255 مايكرو سكند هيحصل لي انتربت. الانتربت دوت بيحصل لما الريجستر بيتمل ويحصل له اوفر فلو. طيب هنا بنقول لو انا عندي 8 بت ريجستر هيكاونت من 8 اصفار ل 8 وحايد، يبقى هيعد 255 عده. ولو انا دلوقتي مستخدم كريستاله بحيث ان هي تطلع لي التايم بتاع الكاونت الواحده 1 مللي سكند، يبقى انا الريجستر بتاعي هيحصل له اوفر فلو بعد 255 مللي سكند. طيب جميل، 255 مللي سكند دي فتره قليله قوي، والكريستال اللي موجوده في السوق او اللي بتتعمل اساسا وهي كريستال نفسها بتتعمل عشان تدي سرعات عاليه، فالكريستال الفريكوانسي بتاعها بيبقى عالي جدا، فلازم نوافق بين الحاجتين دولت ان ال 255 مللي سكند دي فتره قليله قوي،
فالاوفر فلو ده بيحصل بعد فتره كبيره قوي، وفي نفس الوقت الكريستال لازم بتبقى سريعه لان هي اساسا صناعتها كده. ازاي اوافق بين الاثنين دولت؟ بنوافق ما بينهم من خلال البري سكيلر. البري سكيلر هو فريكوانسي ديفايدر، ان انا بقسم الفريكوانسي بتاعي على قيمه، هي سيركت موجوده جوه التشيبايه بتاعتك بيك 16 اف 877 اي، وبتبقى موجوده جوه معظم الكنترولر. مهمتها ان انت حسب البرمجه بتظبطها ان هي تقلل الفريكوانسي بتاعك. بمعنى انا دلوقتي اقدر اقسم الفريكوانسي بتاعي على 2، يبقى انا دلوقتي بدل ما كنت بعمل الكاونت الواحده في مايكرو سكند، لا هعملها في 2 مايكرو سكند. طب لو كنت قسمت الفريكوانسي على 4 هعملها في 4 مايكرو سكند. طب لو قسمت الفريكوانسي على 16 يبقى هعملها في 16 مايكرو سكند، وهكذا. البري سكيلر اللي البكايه بتاعتنا بتوفره هو البري سكيلر 1 ل 2، 1 ل 4، 1 ل 8، 16 و64 و128 و256. طيب بتحكم في الحاجات دي ازاي؟ من خلال البرمجه. المهم دلوقتي ان احنا نعرف التعريفات دي بس يعني ايه. طيب فاحنا بنقول ليه بنستخدم البري سكيلر؟ عشان ندكريز التايم اللي بيحتاجه التايمر عشان ينكريمنت بواحد او يديكريمنت بواحد. طيب وكمان عشان اقلل طبعا التايم، وبناء على كده هيقل التايم اللي هو هيحصل له فيه اوفر فلو. طيب الاوفر فلو بيحصل امتى؟ بيحصل لما الكاونتر او الريجستر بتاعي بيتملي، اللي هو اف بيتملي الاف اف يعني بيبقى 8 وحايد، ويجي يقل للزيروز تاني يريست، وهو بيريست بيطلع الانتربت او بيعمل انتربت. طيب تعريف كمان، في حاجه اسمها رايزنج اند فولينج ايدج. رايزنج اند فولينج ايدج ديت ان انا دلوقتي عندي البلس اللي قدامي دوت شكل بيمثل الكلوك بلس ديت كده، الكريستال بتطلع بلصات عامله كده ما بين زيروس وما بين 1. لما يكون دلوقتي الكريستال بتاعي مخرجه بلس من الزيرو لل1، الجزء ده بنسميه الرايزنج ايدج، ولما يكون بين ال1 وبين الزيرو بنسمي الجزء دوت الفيلينج ايدج. طيب انا دلوقتي المايكرو تشيب او التشيبايه اللي معايا اللي هي البيك 16 اف 877 اي بتوفر لي ان انا اتحكم هل الانكريمنت بتاعك او الديكريمنت يحصل خلال الرايزنج ايدج ولا الفولينج ايدج، يحصل وهو بانكريمنت اب ولا بانكريمنت داون، هنا ولا هنا. بالنسبه لك مش هتفرق، ممكن انواع معينه من السنسورز هي اللي تفرق معاك ان انت تستخدم رايزنج او فيلينج، بس ده مش في التايمر دلوقتي. طيب يبقى انا بالنسبه لي ان انا اتعامل على رايزنج ايدج او فيلينج ايدج مش هتفرق معايا كتير. طيب جميل، بتحكم ازاي في ان انا اتحكم ان انا اختار رايزنج او فيلينج؟ من خلال البرمجه. طيب يبقى بالنسبه للي احنا قلناه ده كله، انا عندي الريجستر ده موجود وبرمجته انا اللي بكتبها. البرمجه بتخلينا احدد التايم. طيب التايم دوت بيتوقف على ايه؟ بيتوقف على اول حاجه الكريستال اللي انا مستخدمها الفريكوانسي بتاعها قد ايه. تاني حاجه بيتوقف على البري سكيلر، هل انت تستخدم بري سكيلر ولا لا. تالت حاجه بيتوقف على الانيشال فاليو اللي انت هتحطها في التايمر، هيعد من اول كام لحد كام. بس كده. طيب نشوف البكايه 16 اف 877 البكايه ديت فيها 3 انواع من التايمرز، تايمر 0 تايمر 1 وتايمر 2. لو فتحنا الداتا شيت وبدانا نبص هنلاقي ان انا دلوقتي عندي تايمر 0، هتلاقي ان هنا المايكرو تشيب فيها ميزه حلوه قوي، ان هي في الداتا شيت بعد ما بتشرح لك الحاجه اللي هي كاتباها بتحط لك في الاخر كده، يعني بعد تايمر 0 هتلاقي كاتبه لك ريجستر اسوشيتد ويز تايمر 0، الريجستر اللي انت هتستخدمها عشان تبرمج التايمر 0. فتلاقي ان هو هنا كاتب لك 3 انواع من الريجستر، ريجستر اسمه تايمر 0، ودوت بيقول لك تايمر 0 موديول ريجستر، ده اللي انت بتحط فيه الانيشال فاليو اللي انت عايز تعد منها. يعني انا ممكن احط فيه 8 اصفار، او احط فيه 100 مثلا، او احط 200، او احط حتى 254، انا حر. انا عايزه يعد من كام لحد كام؟ لحد كام؟ لحد 255، لان تايمر 0 دوت 8 بت ريجستر، 8 بت ريجستر، يعني هو الريجستر بتاعه 8 بت، او 8 بت تايمر. طيب يبقى انا التايمر 0 بالنسبه لي دي اللي هي تي ام ار 0 ديت بحط فيها القيمه الانيشال اللي انا عايز اسجلها. انا عايز ابدا من اول كام؟ فهنبدا من اول 8 اصفار. جميل، يبقى انا عارف ان هو هيهد 256 عدد. ادي كده اول حاجه اتحكمنا فيها. تاني حاجه بيقول لك في ريجستر اسمه انتربت كنترول، بيقول لك ان الانتربت كنترول ده انت هتتحكم في الحاجات ديت. احنا هنتحكم في دي جلوبال انتربت والتايمر 0 انتربت. طيب ليه؟ لان احنا لما شرحنا الانتربت قلنا ان اي انتربت عشان يحصل بيحصل له اندنج مع الجلوبال انتربت انيبل، يبقى انا محتاج ان انا دايما عشان اشغل اي انتربت احط في الجلوبال انتربت انيبل دي واحد. فاحنا هنحط في الجلوبال انتربت انيبل اللي هي جي اي اي ديت واحد، هنحط في جي اي اي واحد. طيب التايمر 0 انتربت انيبل، انا دلوقتي عارف ان الانتربت انيبل هيحصل
الانتربت هيحصل نتيجة التايمر 0 اوفر فلو، يبقى انا عايز اشغل الاوفر فلو بتاع التايمر 0، فراح حاطط في التايمر 0 انتربت انيبل دوت ايه 1. ولما شرحنا الانتربت قلنا ان الانتربت دايما لما بيحصل بيعمل فلاج، الفلاج دوت بيبقى موجود هنا. يبقى انا بالنسبة لي هتشيك على التايمر 0 انتربت فلاج، لو في حاجة مش واضحة في الجزئية دي راجع على الفيديو بتاع الانتربت. يبقى انا دلوقتي هعمل انيبل للجلوبال انتربت، وهعمل انيبل للتايمر 0 انتربت، وهستنى الفلاج دوت البروسيسور يحطه. هيحطه امتى؟ لما يحصل اوفر فلو. طيب الاوفر فلو دوت هيحصل لما الريجستر هيتملي ويبقى هيرست لزيروز تاني. طب احنا قلنا عشان نتحكم في العمليه دي واظبط انا التايم اللي انا عايزه يتملي فيه بتحكم في كذا حاجه. قلنا اول حاجه الكريستال اوسيليتور بتاعي، الاوسيليتور بتاعي يبقى الفريكوانسي بتاعه كام. تاني حاجه قلنا البري سكيلر. تالت حاجه قلنا القيمه الابتدائيه. القيمه الابتدائيه قلنا هنظبطها من التايمر 0 اللي هي تي ام ار، هنظبطها من التي ام ار 0 هنحط فيها القيمه الابتدائيه. ادي حاجه. البري سكيلر بظبطه من حاجه اسمها الاوبشن ريجستر. يبقى الاوبشن ريجستر ده تالت ريجستر هظبطه في التايمر 0، هتظبط فيه الحاجات ديت اللي هم الست بيتس دولت اللي هو حاطط لك عليهم ابيض ده. ماشي. لو بصيت تحت هتلاقي ان هو بيقول لك ان امبلمنتد لوكيشن ريد از 0 وسكيتد سيلز ار نوت يوزد باي تايم باي تايمر 0. يعني بيقول لك الحاجات اللي انا حاطط لك عليها شادو كده اللي انا معلمها لك دي انت مش هتستعملها مع التايمر 0، يعني انت ممكن تسيبها على القيمه بتاعتها مش هتفرق معاك. طيب يبقى انا عارف ان انا في الاوبشن ريجستر هبرمج الحاجات ديت. طيب جميل. الحاجات ديت بقى نبدا نبص على الديسكريبشن بتاع الريجسترز ديت. اول ريجستر قلنا هو الانتربت كنترول. الانتربت كنترول الاقي ان انا عارف ان انا احط في الجلوبال انتربت انيبل واحط في التايمر 0 انيبل. اقرا كده الديسكريبشن بتاعه الاقي ان الجلوبال انتربت انيبل بيقول لك ان انت عشان تعمل انيبل للانماسكد انتربتس بتحطه بواحد، يبقى انا عارف ان انا احط هنا واحد. طيب التايمر 0 انتربت انيبل بيقول لك التايمر 0 اوفر فلو انتربت انيبل بت انيبل ان يحصل له اوفر فلو ويدي انتربت بتحطه بواحد عشان يحصل له كده. طيب انا عارف ان انا لما يحصل انتربت انيبل هيحصل فلاج. احنا قلنا اي انتربت بتشك انا على فلاج البروسيسور لما بيحصل انتربت بيحط واحد في ريجستر في البت اللي اسمها فلاج بتاعه الريجستر بتاع الانتربت اللي حصل. فانا عارف ان التايمر 0 هيدي انتر هيدي فلاج. الفلاج دوت اسمه ايه؟ اسمه تايمر 0 انتربت فلاج، اسمه تايمر 0 انتربت فلاج اللي هو دوت. يبقى انا هتشك على التايمر 0 انتربت فلاج. فبنقرا كده الديسكريبشن بتاعه هتلاقيه بيقول لك ان التايمر 0 اوفر فلو انتربت فلاج، بيقول لك ان التايمر 0 ريجستر هاز اوفر فلود، لما يحصل له اوفر فلو هيتحط بواحد. وما تنساش ان احنا قلنا المره اللي فاتت ان اي فلاج انت لازم في السوفت وير بتاعك بتعمل له كلير من جديد، ودي شرحناها في الفيديو بتاع الانتربت. لو مش فاكرها ارجع للفيديو. طيب نبص على الريجستر اللي بعديه اللي هو كان اسمه اوبشن ريجستر. احنا قلنا ان الاوبشن ريجستر بيبدا يتحكم في الستة بيتس دول، هنبدا نتحكم فيهم. هلاقي ان البي اس نود والبي اس 1 والبي اس 2 لو قريت الديسكريبشن بتاعهم هلاقيه بيقول لي ان هو دوت البري سكيلر ريت سيلكت بيتس، ديت البيتس اللي انت بتختار من خلالها البري سكيلر اللي انت هتشتغل بيه. هل هتشتغل ببري سكيلر 1 ل 2 ولا 1 ل 4 ولا 1 ل 8؟ طيب لما تبص هنا تلاقي عامل لك جدول بيقول لك ان هنا دي البيت فاليو، دي القيمه اللي انت هتحطها عشان تاخد البري سكيلر موافق ليها. بس في حاجه بيقول لك في تايمر 0 ريت ودبليو دي تي ريت. الدبليو دي تي دوت الواتش دوج تايمر، دوت تايمر لوحده هنتكلم عنه بعد كده ان شاء الله. فدوت كده لو انا هشتغل على الواتش دوج تايمر، لا انا مش هشتغل على الواتش دوج، انا هشغل على التايمر 0. يبقى انا بالنسبه لي الجدول ده هو اللي انا هتعامل معاه. طيب لو انت حطيت ثلاث اصفار، يعني حطيت هنا 0 وهنا 0 وهنا 0، يعني قلت الاوبشن ريجستر ايكوال 0 اكس وحطيت 0 بي وحطيت كل دول زيروز، يبقى انت دلوقتي شغال على بري سكيلر 1 ل 2، يعني انت بتقسم قيمه الفريكوانسي بتاعتك على 2. لو حطيت 0 0 1 يبقى انت بتقسمها على 4. احنا عاده بنحطها ثلاث وحايد اللي هي 1 ل 256 عشان اقلل الفريكوانسي بتاعي على قد ما اقدر، بحيث ان هو يديني تايم اكبر. يعني انا دلوقتي لو عايز، قلنا المرة اللي فاتت لو انا شغال بكريستال 1 ميجا هرتز هيديني ان هو يحصل له اوفر فلو بعد 255 مايكرو سكند، دي قيمة قليلة جدا. طب افرض انا عايز اعمل تايمر يعد مثلا لمدة مثلا 3 4 ثواني، يبقى محتاج ان انا اقلل الفريكونسي بتاعي جدا، اقلله فاقسمه على اكبر قيمة موجودة هنا اللي هي 256. طيب القانون بقى اللي بشتغل بيه في حساب في الحسابات بتاعتي هو القانون دوت، ان انا عندي دلوقتي الفريكونسي اللي انا هاخده بيساوي الاف كلوك الكريستال اللي انت مستخدمها. انا اسف يا جماعه احنا ما خلصناش اللي ورا دوت فهنرجع له.
بس دلوقتي نبص على القانون، ان انا عندي هنا اف كلوك اللي هو الكريستال اللي انا مستخدمه. فلنفرض ان انا مستخدم كريستال 4 ميجا هرتز، يعني 4 في 10 اس 6، بقسمه هنا على 4 في بري سكيلر في 256 نايس، تايمر 0 في الكاونت. المعادله دي انت بتجيبها من الداتا شيت، يعني هي الداتا شيت بتقول لك ان انت الحسابات بتاعتك بتعملها بالطريقه دي. طيب البري سكيلر لو انا حاطه على 256، يبقى انا كده اول حاجه ال 4 في 10 اس 6، 4 مع ال 4 راحت مش مشاكل، 10 اس 6 قسمتها على 256 يبقى اقل. بتقسمها كمان على القيمه 256 ناقص تايمر 0. ايه 256 ناقص تايمر 0؟ 256 دي القيمه اللي التايمر 0 هيوصل لها ماكسيمم، لان احنا قلنا ان هو بيعد من 0 لحد 255، يعني بيعد 256 عد. طيب انت كنت حاطط له يعد من اول كام؟ يعني التايمر 0 دي هي الانيشال فاليو بتاعته، التايمر 0 دي هي الانيشال فاليو، فانا لو حاطط له فيها 0 يبقى هو هيعد 256 عده كاملين. طب لو حاطط له فيها 6 يبقى هو هيعد 256 ناقص 6، يعني هيعد 250 عده. حاطط فيها 100 يبقى هيعد 200، هيعد 156 عده، وهكذا. فاحنا بنحطها دلوقتي مثلا بزيرو. يبقى انا عندي دلوقتي هقسم الكريستال بتاعتي الفريكوانسي بتاعها على 4 في 256 في 256 في كام كاونت. بمعنى دلوقتي انا عارف ان انا دلوقتي عايز مثلا احسب 1 مللي سكند، وال1 مللي سكند ده حتى بعد ما قسمت الفريكوانسي بتاعي على 256 وعلى 256، يعني قسمته على 4 في 256 في 256، برضو مثلا ال 1 مللي سكند او خليها 1 سكند، ال 1 سكند دي قيمه كبيره التايمر مش قادر يجيبها، فبنعمل له كاونت. يعني ايه كاونت؟ يعني بحط له كده متغير مثلا اسمه اكس. انا عارف ان هو هيعمل اوفر فلو مثلا بعد ما يتقسم على كل الكلام ده بعد فلنفرض ربع مللي سكند، يبقى انا لو حطيت الاكس ديت ب 4، يعني اول مره عد ربع مللي سكند وعمل انتربت، راح قال له لو سمحت زود على قيمه الاكس دي بواحد، اصبحت الاكس بواحد. راح جاي كمان ربع مللي سكند راح مزود على الاكس واحد، يبقى انا كده استنيت نص مللي سكند والاكس بقت باتنين، كمان ربع مللي سكند الاكس بقت بتلاته، بعد 1 سكند الاكس هتبقى باربعه. فانا اقول له والله لو لقيت الاكس باربعه يبقى انا كده عارف ان الاكس هتوصل باربعه بعد 1 سكند، ابدا اعمل كذا. يبقى انا كده عملت تايمر 1 سكند. تاني عشان الحته دي بتلخبط، انا عندي كريستال انا عارف الفريكوانسي بتاعها، الفريكوانسي بتاعها مثلا 4 ميجا هرتز، يبقى هي 4 في 10 اس 6، هقسم القيمه دي على 4 في البري سكيلر اللي انا هحدده من هنا واللي احنا قلنا هنفرض ان هو 256، وهقسمه كمان على 256 ناقص تايمر 0 اللي هي الانيشال فاليو بتاعتي، والتايمر 0 دي قلنا فلنفرض ان هي 0. طيب باقي لي هنا متغيرين او تو فاريبل انا مش عارفهم، كاونت وحاجه اسمها الاف اوت. الاف اوت دي هنجيبها من المعادله ديت، ان انا عندي الفريكوانسي الاوت اللي انا هاخده دوت بيديني 1 على التي اوت، او التي اوت بيساوي 1 على الفريكوانسي اوت. بمعنى انا دلوقتي عايز التايمر يعمل ديلي ل 1 مللي سكند، يبقى انا عايز التايم اللي عندي هنا ايه؟ 1 مللي سكند، 1 في 10 اس سالب 3، يبقى هيساوي 1 على اف اوت. من هنا اقدر احسب الفريكوانسي اوت بكام؟ هيطلع 1000، يبقى انا عايز الفريكوانسي دوت يطلع ب 1000، يبقى انا عندي هنا 1000 وهنا 4 في 10 اس 6 وهنا 4 في بري سكيلر في 256 ناقص تايمر 0، باقي متغير عندي واحد بس القيمه اللي انا مش عارفها اللي هي الكاونت. احسب الكاونت ده هيطلع بكام؟ واشوف الكاونت ده مثلا طلع بخمسه، يبقى انا هقول له لما الكاونت دوت اللي هو اسمه كاونت او اسمه اكس او اي فاريبل لما يوصل بخمسه انا عارف ان فات ثانيه، ابدا اعمل كذا. طيب هنشوف الكلام دوت في برنامج دلوقتي، بس نراجع بسرعه كده على الريجسترز اللي احنا قلنا عليه. قلنا بالنسبه للانتربت كنترول هنقول ان هو بيساوي الجلوبال انتربت انيبل بواحد والتايمر زيرو انتربت انيبل بواحد. وقلنا كمان ان الاوبشن ريجستر هنا هنحط في البري سكيلر بتاعه هنا في الثلاثة دولت، هنحط في البي اس نود والبي اس 1 والبي اس 2 ثلاث وحايد عشان يبقى البري سكيلر بتاعي 256، يبقى انا قسمت الفريكوانسي بتاع الكريستال على 256. طيب في حاجة اسمها بي اس اي، نشوف الديسكريبشن بيقول لك بري سكيلر اساينمنت بت، بيقول لك ان البري سكيلر تبقى شغال على الدبليو دي تي ولا على التايمر زيرو مديول. احنا شغالين على التايمر زيرو مديول فهحطها بزيرو او هسيبها بقيمتها اللي هي فيها اللي هي باي ديفولت بتاعتها بزيرو. بعد كده في حاجة اسمها تي زيرو اس اي، بيقول لك تايمر 0 سورس ايدج سيلكت، دوت بتختار اذا كنت هتشتغل على الانكريمنت او اللي يحصل انكريمنت في التايمر في الهاي تو لو ترانزيشن ولا لو تو هاي، اللي هي اللي احنا قلنا عليها ورا هنا ان هو يحصل انكريمنت هنا ولا هنا، لما يكون من لو تو هاي ولا من هاي تو لو. احنا قلنا بالنسبه لنا مش هتفرق، بس احنا هنستخدمها على انها فلنفرض مثلا اللي هي هاي تو لو، يبقى هنحطها بواحد او تسيبها باي ديفولت بزيرو، يبقى انت شغال على لو تو هاي اللي هي القيمة اللي هي هنا اللي هو بيزيد في القيمة دي من 0 من 0 ل 1. طيب بيقول لك هنا آخر حاجة
ان التايمر زيرو كلوك سورس سيلكت بت، انت هنا بتختار اذا كنت هتشتغل على الاكسترنال كريستال ولا الانترنال كريستال. المايكرو بيك او البيك فيها انترنال كريستال ممكن تشتغل بيها، الفريكوانسي بتاعها اعتقد ان هو كان 4 ميجا هرتز. ممكن انت تشتغل على الكريستال الاكسترنال اللي انت حاططها اساسا للبكاية، وممكن تشتغل على الانترنال كريستال. احنا لو اشتغلنا على الانترنال مش هيكون في مشاكل، يبقى انا شغال على انترنال كريستال بفريكوانسي 4 ميجا هرتز. نبدا نبص على الحسابات وعلى البرنامج. دلوقتي انا عايز اعمل برنامج ينور ليد لمده سكند، بعد كده يطفيها لمده ثانيه وينورها لمده ثانيه ويطفيها لمده ثانيه، بس مش عايز استخدم فيه الديلي نهائي، عايز استخدم فيه التايمر. تمام، عايز استخدم فيه التايمر مش الديلي. طيب نبص كده على الحسابات. دلوقتي لو انا عايز التايم بتاعي يبقى 1 سكند، يعني انا عايز البرنامج بتاعي يعمل ديلي لمده 1 سكند بس بالتايمر، يبقى انا الفريكوانسي بتاعي 1 على التايم بيساوي 1 هرتز، دوت القانون اللي احنا قلناه في الاخر خالص. لو دوت التايم هنا 1 على الفريكوانسي، فانا عايز التايم هنا 1 سكند، يبقى الفريكوانسي بتاعي 1 هرتز. طبيعي انا لو عايزه يطلع كريستال بلصايه في الثانيه يبقى التردد بتاعه 1 هرتز. طيب يبقى انا عندي هنا الاف اوت ديت 1، والاف كلوك دي هستعمل انترنال كريستال اللي هي 4 ميجا هرتز، يعني 4 في 10 اس 6، وهنا 4، والبري سكيلر هنخليه 256، وهنستخدم هنا التايمر 0 القيمه انيشال بتاعته ب 0. يبقى انا عندي 4 في 256 في 256. عايز احسب الكاونت. لو حسبنا الكاونت دوت من هنا هنلاقي ان الكاونت انا لما حسبته طلع معايا ب 15 و2 من 10. ممكن انت تحسبه ان انت تضرب 4 في 10 اس 6 على 256 في 256 في 4 وتشوف الكاونت هيطلع بكام، طلع ب 15 و2 من 10. يبقى انا عارف دلوقتي ان انا البرنامج بعد ما هيعمل اوفر فلو لمده 15 مره و2 من 10 هيعمل يكون عدى ثانية. طيب سيبك من الاتنين من عشرة دي هنتكلم عنها ان شاء الله لوحدها، لكن هنفرض ان هو تقريبا بخمستاشر مرة بس اوفر فلو، يبقى انا تقريبا عارف ان القيمة بتاعت الكاونت تطلع بخمستاشر، يبقى انا الكاونت بتاعي كل ما يوصل لخمستاشر هيكون حصل عندي ديلي لمدة 1 سكند. نفتح المايكرو سي ونفتح الاديت بوتس. المايكرو سي هيلاقي ان انا كاتبه هنا، خلي البورت بي اوت والبورت بي حط عليه زيرو، وكتبت له اول حاجه الانتربت كنترول، اشوف الانتربت كنترول بظبطه على كام. فنفتح كده الريجستر ونبدا نبص عليه، الاقي ان الانتربت كنترول ان انا قلنا بنشغل الجلوبال ونشغل التايمر 0 انتربت انيبل، يبقى انا هحط 1 0 والباقي 1 والباقي كله 0 0، يبقى 1 0 1 وبعد كده 5 اصفار، وده اللي انا كتبته في البرنامج. ادي الانتربت كنترول 101 والباقي كله اصفار. طيب الاوبشن ريجستر، نبص على الاوبشن ريجستر، قلنا هنا هنستخدم بري سكيلر 256 يبقى 3 وحايد، بعد كده بي اس اي هنا هستخدم اللي هي اساين تو تايمر 0 يبقى هنا ب 0، وهنا التايمر 0 سيلكت الايدج سيلكت قلنا هنكريمنت اون لو تو هاي يبقى هنحطها هنا ب 0، وهنا هنشتغل على الانترنال يبقى ب 0. يبقى انا عندي هنا كل دول ب 0 وديت هنحطها بزيرو. يبقى انا بالنسبه لي الاوبشن ريجستر حطيت 3 وحيد، بعد كده اصفار، بعد كده واحد. واحد هنا معناها ان انا هنا عملت ديت المفروض يا جماعه بتشتغل على البول اب ريزيستور، والجزء بتاع البول اب ريزيستور دوت جزء طويل شويه فان شاء الله هيتشرح في كورس الامبيدد، لكن مبدئيا انت حطها بواحد، وان كان البروتس لو انت حطيتها بزيرو في السيميليشن ممكن ما تفرقش معاك. يبقى انا بالنسبه لي هنا هحطها بواحد دلوقتي كقيمه ثابته لحد ما نشرحها ان شاء الله. يبقى انا بالنسبه لي ادي الاوبشن ريجستر ظبطته على واحد والباقي زيروز، والبري سكيلر بس خليته 256، وحطيت القيمه الابتدائيه بتاعت التايمر 0 ب 0. طيب وقلت له نور لي على البورت بي، خلي الليد اللي على البورت بي ديت تنور وايل 1، وعملت وايل 1 والبرنامج فاضي وما فيهوش اي حاجه. طيب البرنامج هيمشي ازاي؟ هنفذ كل الكلام ده ويبدا بعد كده يشغل الريجستر الكاونتر بتاعه. الكاونتر يبدا يزيد، واول ما يحصل له اوفر فلو يدي هيدي، اول ما يحصل له اوفر فلو هيدي انتربت. فانا كتبت في الفانكشن بتاعت الانتربت دي ان انا لو عندك الانتربت كنترول دوت بي 2 اللي هي الانتربت كنترول دوت بي 2 اللي هي البنايه ديت اللي هي تايمر 0 انتربت فلاج بقت بواحد، واحنا عارفين ان هي هتبقى بواحد لما يحصل بواحد لما يحصل اوفر فلو، معنى كده ان في كاونت بواحد حصل ان البرنامج اتملى لحد اف اف بعد كده عمل اوفر فلو. فبقول له لو البنايه ديت بقت بواحد زود على قيمه اسمها اكس، انا معرفه فعلا انها كاركتر، زود لي عليها واحد، يبقى كده الاكس ديت بتاعتي زادت بواحد.
الاكس دي اللي هي مين؟ اللي هي الكاونت اللي احنا لسه حاسبينها، اللي انا عارف ان هي لما توصل ب 15 هيكون فات تقريبا 1 ثانية. فانا قلت له لو الاكس زود على الاكس 1، وما تنساش ان احنا قلنا في الانتربت في الفيديو اللي فات ان الانتربت كنترول فلاج، الفلاج بتاع الانتربت لازم نحطه بزيرو. فانا حطيت في البنايه دي التاني زيرو، ورجعت صفرت التايمر زيرو تاني بزيرو. ليه صفرتها؟ الداتا شيت بتقول لك ان انت يفضل ان انت تصفرها، لو ما صفرتهاش هي كده كده بتكون صفرت، بس يعني تجنب لاي ايرور ممكن يحصل صفرها تاني لو سمحت مع كل عدد. طيب هنا بعد كده بخليه يتشك على قيمه الاكس. لو الاكس وصلت ب 15، امتى الاكس توصل ب 15؟ بعد حسب الحسبه اللي انا حاسبها ديت، بعد 1 سكند. بقول له لو الاكس وصلت ب 15 اطفي لي الليد ديت اللي هي خلي لي البورت بي بزيرو. طيب الاكس لما توصل ب 15 هي البرنامج هيبطل ان هو يزودها؟ لا هيزودها، بس هو لما توصل ب 15 هيخش هنا يطفي الليد، بعد كده يبدا يزود يزود يزود. قلت له لو وصلت ل 30، وانا عارف ان هي توصل كمان 15 بعد ال 15 دول في واحد سكند كمان، قلت له نور البورت بي تاني. يبقى هي ده هنا البرنامج هيبدا الاول يخش هنا يلاقي انتربت حصل. الانتربت دوت لما بيحصل بيحط واحد في الفلاج اللي هي البنايه دي، لما بتحصل بيزود يخش هنا يقول لاني ان انا قايل له زود على الاكس 1، يزود على الاكس 1. بعد كده اقول له رجع تاني القيمه بتاعت الفلاج بزيرو وقيمه التايمر زيرو تاني بزيرو. يجي تشيك هنا هل الاكس وصل ب 15؟ لا. ليه لسه ما وصلش 15؟ لان لسه السكند ما كملتش. طيب ويروح عادي تاني ويزود على الاكس 1، بعد كده يعيد ويزود على الاكس 1 لحد ما الاكس توصل ب 15. يجي تشيك يلاقي اه الاكس وصل ب 15، فيروح طافي الليد اللي هي كانت منوره. طيب وهو بيتشيك هل الاكس وصلت ل 30؟ لا. يبقى ارجع تاني. طيب امتى الاكس توصل ل 30؟ الاكس توصل ل 30 في الثانيه الثانيه، لما الثانيه الثانيه تخلص. يبقى عدى الثانيه الاولانيه ونور وطفى الليد، بعديها بثانيه يبدا ينور الليد تاني. طيب يبقى بقول له لو الاكس وصلت ب 30 ارجع تاني نور الليد تاني. وهنا بس بقول له امر ان ارجع حط الاكس تاني بزيرو. ليه ما احطها بزيرو؟ لان لو ما حطيتش الاكس بزيرو هيبدا يزود عليها، فتبدا تعد بعد كده من 31. 31 دي خرجته من الشرط ده وخرجته من الشرط ده، بمعنى ان هو لما الاكس دي تزيد ب 31، لو انا مش حاطط الامر ان هي الاكس بزيرو، الاكس بعد كده هيحصل لها انكريمنت في الكاونت اللي بعديها، لما تزيد بواحد تبقى ب 31. فهنا مش هيشتغل وهنا مش هيشتغل، يبقى هو اذا هيطفي وينور مره واحده بس. البرنامج ده لما ابدا اعمل له رن وابدا ابص على السيميليشن بتاعه وابدا اشغل السيميليشن، هلاقي ان هو في الاول البورت بي كان منور لمده ثانيه، بعد كده طفى لمده ثانيه ونور. يبقى هو فعلا البرنامج انا قايله في الاول خالص، اول حاجه نور الليد، بعد كده اطفيها بعد ثانيه، اللي هو هنا الفلاج دوت هيحصل بعد كل عده الفلاج يحصل زود على الاكس 1 لحد ما الاكس توصل ب 15 اللي هي يكون فات ثانيه اطفي، وبعديها لما يفوت كمان ثانيه نور. وهكذا هلاقي البرنامج بتاعي شغال. لو بصيت على التايم هلاقي تقريبا ان هو بيطفي بعد ثانيه وبيطفي وبينور بعد ثانيه، بس هي بالظبط مش ثانيه، لان حسب الحسبه بتاعتنا كانت 15 و2 من 10. حته ال 2 من 10 دي ان شاء الله هنتكلم عنها في الفيديو اللي جاي مع الفروقات بين التايمر 0 والتايمر 1 والتايمر 2 ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو وضح للناس فكره عن التايمر، واتمنى ان الناس تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت لو حد عنده تعليق يقوله على الكومنتات. بس مشكله الصوت انا حاولت احلها، ولكن انا عارف ان الصوت برضو بيطلع واطي شويه، ممكن بالهاند فري بتاعك تسمع ومش لازم تسمع من بعيد يعني. واتمنى يكون الفيديو فيه افاده، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنساش حب لاخيك كما تحب لنفسك.